والكابتن محمد عباس. خلينا نرجه تحية كتير كبيرة لكل اللي انضموا لنا, وعشان الوقت رح نرجع ونستقبله نحن وياك كابتن عودي لنستكمل مشوارنا وموضوعنا. عم تتفاجأ من ناس زاد وزنهم ما عم تعرفهم, نعم. بتسلم عليهم بتنسى, يعني انا شايف انا حاسس انه بعرفك بس ما بعرف وين, يعني لهي الدرجه وصلت. ايه فالمشكله, يعني انا حللت المشكله من واقع يعني الخبره في عالم الرياضه. اولياء الامور بعضهم خايف من النادي الرياضي ان هم يودوا اولادهم على الانديه الرياضيه. لا, للمعلوميه من انظف الاماكن العامه الموجودة هي الأندية الرياضية. يعني مثلا يعني فيها تعقيم مستمر وفيها تهوية فيها, وأكثر ناس يعني ممكن يأكل مخالفة, يعني عرفتوا قد ما هني خايفين يأكلوا مخالفة. بالضبط. فإحنا عندنا جانبين. الجانب الأول إنه إحنا لازم يعني نحاول قدر الإمكان نطمن للأندية الرياضية, لأنه فعلا أكثر الأماكن العامة نظافة. المشكلة في أولياء الأمور بالنسبة للأطفال, ممكن أوديه على السوق, ممكن يطلب له أكل من برا, ممكن أوديه على مطعم ما بيخاف, لكن يجي عند النادي الرياضي بيخاف. وبعدين إذا الولد مثلا أو لا سمح الله أحد جاله كورونا, كل الاحتمالات الأخرى غير واردة, بس أنه ممكن يكون إجاله من النادي الرياضي, لكن مثلا من السوق, من الأكل في المطاعم, من الخروج في الأماكن العامة, الاحتكاك هنا وهناك, هذه لا. فعندهم هاجس, احنا اللي بنطمنهم انه لا, النادي الرياضي انظف مكان واكثر مكان امنا, وهو يحتاج الى النادي الرياضي عشان يقوي مناعته اذا ما جاله هذا الفيروس. انت عزيزي المستمع والعزيزتي المستمعه, لما تحبس ابنك في البيت بعيد عن الانشطه الرياضيه وما في رياضه, وزنه بدا يزيد, مناعته بتضعف, لو جاله هذا الفيروس حيتعبه وحيتعبكم. فاحنا اللي بدنا نستعد له نكون مقويين هذه المناعه عن طريق التدريبات الرياضية. حلول أخرى سيلفا, واحد مش عايز يودي ابنه النادي الرياضي, أخي أنا ما حوديه أنا خايف من كورونا, في حلول أخرى لجأ إليها بعض أولياء الأمور. إحنا بنوعي في هذا المجال عشان الناس تعرف, اللي صح بيسمع صح يعرف. هي رسالة منك, تفضل. نعم, اللي ساكن في كومباوندز, اللي بعض الأصدقاء بيخصصوا الآن مكان مثلا في كومباوند, بيخصصوا مكان صاله رياضيه بحطوا فيها بساط, اشياء جدا سيمبل, وبيجيبوا مثلا مدرب او مدربه بيدربوا الاولاد 3 لـ4 مرات في الاسبوع. او في بعض العوائل بتعمل مثلا عندها صاله كبيره في بيتها, بتتفق مع بعض بيلموا الاطفال مثلا 2 أو 3 مرات في الاسبوع, بيجيبوا مدرب او مدربه بيدرب الاطفال, بيسوي لهم تدريبات رياضيه. هذا حل اخر اذا انت خايف تودي ابنك على النادي الرياضي. فاحنا لازم نشوف كل الحلول المتاحه لحد ما نجتاز هذه الأزمة. أما أنا الطفل ما ألعب رياضة أو أدي الصالة الرياضية, هذا خطأ. وغير هيك القعدة بالبيت بالطعمة كمان, القعدة بالبيت 24 ساعة بيأكلوا وبيستحلوا. بالضبط بالضبط, هذا اللي حصل. غير البلاي ستيشن, غير الجوالات, حتى الدراسة على زوم, فحتلاقي الطفل بعد 2 أو 3 شهور وزنه 5 كيلو 6 كيلو زاد, مناعته قلت وضعف بدنيا, فكأنه أنا بجهزه عشان هذا الفيروس يقضي عليه. هذا خطأ, لازم نوعي في هذا المسألة. حاجة أخيرة عشان أنا عارف الوقت, حاجة أخيرة مهمة, الأندية الرياضية في العالم كله أكثر البيزنسز اللي تضررت بسبب أزمة كورونا, صح. يعني كانت جدا ما بتشتغلش. فإحنا كل اللي بسمعنا هنا اللي لازم ندعم الرياضة, لازم نوقف مع الرياضة بكل جهد, لأنه هذا هو المستقبل. المجتمع الصحي يقدر إن هو يقدم ويقدر هو يتطور. فكل واحد بسمعنا هنا ممكن تهدي اشتراك لصديقك, لزوجتك, لعمك, لأبوك, وهكذا نبغى ننشط الأندية الرياضية وننشط هذا البزنس مرة أخرى عشان لا نخسره, لأنه هذا إحنا نحتاجه عشان نتقدم ونتطور ونصير إحنا أكثر, يعني عارفة, مناعتنا أقوى طبعا. وهي الثقافة صارت أوريدي منتشرة وموجودة, وبعد كورونا كمان العالم, في عالم كتير ظهرت من بيوتها, يمكن اليوتيوب العالم كتير صارت تتمرن وتشوف تمارين واشتغلت بالبيت, على عكس ناس تانيين خلص ما في جيم, معناته ما في أي نوع من الحركة, في أكل 24 ساعة, في كآبة. واحدة من الأمور كمان الأساسية اليوم بعالم الرياضة ومن هذه الثقافة, أنه أنت بظل هذه الكآبة وظل هذه الأزمة أنك تطلع نفسيا بشكل إيجابي من خلال الرياضة. يعني قل لي شو بتاكل, قل لي بتتحرك ولا لا, وقل لي اذا بتنام منيح, هون ساعتها حقلك كيف حالتك النفسيه. والاطفال اهم حاجه طبعا, وتركيز حلقه اليوم على الاطفال, لان الاطفال فعلا وزنهم بيزيد وقاعدين في بيوتهم, صح. وما في مدارس, لازم نادي رياضي, او انا اجيب اعمل مع العوائل اللي انا اعرفها اعمل لهم تدريب في المنزل او في كومباوند, في صاله رياضيه في كومباوند معين او في مكان معين,
تحت يعني اشراف مدرب. جميل جدا. تحياتنا للكابتن محمد عباس، تابعوه على حسابه على الانستغرام كابتن محمد عباس او بروسلي 500. يعطيك الف عافيه، معك رح نختم المشوار. شكرا جزيلا لك. العفو. الله يسلمك. ختام مسك بختم مشواري معكم، تلاقيكم جاسي بعد لحظات. انا بودعكم، تلاقيكم غدا بموعد جديد على خير اذا الله عايشنا. تيك كير، تابعوا حالكم، بي بوزيتيف، وما تنسوا الثقه والحب، واذا مزعل حدا اعتذر منه. إلى اللقاء.